ألقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر. كما نتابع معكم مشاهدينا كلمة مصر أمام القمة السعودية الإفريقية في الرياض والتي تعقد تحت عنوان شراكة مثمرة. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري سوف يستعرض رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.